لاعبون يتصدون الكرة من على خط المرمى باليد، والحارس يشاهد. من المعروف أن كرة القدم لعبة تمارس بالقدم وليس اليد، وأن هناك مخالفة على لمس الكرة باليد سواء كان بالخطأ أو تعمدا. ومعنا اليوم مجموعة من اللقطات للاعبين يخرقون ذلك القانون ويوقفون الكرة من على خط مرمى الحارس بأيديهم بينما الحارس يشاهد مثلنا. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة، لا تنسى الاشتراك بقناتنا شبكة رادار سبورت وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. وفي الدوري الأسترالي أيضا، الحكم بدون تردد يشهر البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين للتصدي للكرة بيده بهذا الشكل. إيلو لاعب نادي بيرشيفا حاول التصدي للكرة بيده، ولكنه كان أكثر ذكاء عن من سبقوه، وذلك لأنه حاول إخفاء يده قليلا عن الحكم. لابد أن يكون للاعب المشاغب سواريز أيضا نصيب من هذه العلة، إذ يتألق هو الآخر ليمنع الكرة من الوصول إلى الشبكة باستخدام يده، وفي النهاية يحصل على البطاقة الحمراء، ولكن بعد طرده يفشل اللاعب الخصم من إحراز ضربة الجزاء ليصاب سواريز بفرحة هستيرية. راموس في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند يقرر إيقاف الكرة بيده بعدما ارتدت من حارسه نفاذ. وهنا اللاعب أظنه قد استفز الحكم بهذا التصدي ليخرج له البطاقة الحمراء. وهنا كريستيانو رونالدو في غفلة من الحكم واللاعبين يتصدى للكرة بيده من على خط منطقة الحارس. وهنا أليكس تشامبرلين لاعب أرسنال هو الآخر يقرر تصدي للكرة بهذا الشكل الغريب وسط ظهور من مورينيو. ومرة أخرى لاعب آخر يتأكد من وصول الكرة للمرمى فيحاول إيقافها بهذه الطريقة. وهنا لاعب آخر بشكل هزلي يحاول منع الكرة من المرور إلى المرمى. إليسيو لاعب الميلان بعدما فقد الأمل في اللحاق بالكرة بقدمه يستخدم يده بشكل غريب للحاق بالكرة. يا لك من رائع يا كارفاخال، انظروا إليه يتألق في حراسة المرمى، إنه حقا أمر مضحك. وفي مباراة أخرى بالدوري الهولندي يتألق اللاعب بشكل غريب ويخرج الكرة بيده. في النهاية، إن أعجبك هذا الفيديو من قناة شبكة الرادار سبورت، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائك. إلى اللقاء.